نفهم منصة للتعليم الإلكتروني المجاني موجود على الإنترنت بسهولة. الطالب يقدر يدخل على نفهم يوصل للمعلومة اللي هو عايزها، الدروس اللي هو بيدرسها في المدرسة على شكل فيديوهات، الفيديو الواحد من 15 من 5 دقايق ل 15 دقيقة. الفيديوهات دي بتغطي الدرس اللي هو بيدرسه في المدرسة وبطريقة مبسطة. اللي بيشارك في صنع الفيديوهات دي أو في إنتاج المحتوى الإلكتروني ده هو المجتمع نفسه، المجتمع كله بيشارك. عندنا المدرسين بيشاركوا، الطلبة بتشارك، أولياء الأمور بيشاركوا، وبنغطي في نفهم المنهج المصري، منهج التعليم المصري من ابتدائي لغاية تالتة ثانوي أو المرحلة ما قبل الجامعي، التعليم ما قبل الجامعي بشكل عام. ولغاية دلوقتي عندنا حوالي 700 ألف طالب بيستخدموا نفهم بشكل شهري. غطينا المنهج المصري واكتشفنا ان احنا ممكن بتطوير بسيط في البلاتفورم ان احنا نقدر نغطي مناهج تانية زي السعودي والمنهج الكويتي والمنهج الجزائري والمنهج السوري كمان، وقدرنا في فترة قصيرة ان احنا نغطي جزء من المناهج دي. لكن في بوتنشال قوي جدا، وفي يعني ببساطة نقدر ان احنا نوصل تغطية فعلا زي ما بنغطي المنهج المصري نقدر نغطي المناهج التانية. ولأننا بالفعل لقينا إن في مهتمين من الطلبة ومن المجتمع التعليم بشكل عام في الدول دي، وابتدى يجي لنا فيدباك من الشغالين في التعليم أو حتى الطلبة اللي بيستخدموا نفهم إن هم محتاجين في دول تانية كمان محتاجين نفهم تكون بتغطي المنهج بتاعهم. وده مؤشر قوي جدا احنا بنعتمد عليه، الفيدباك بتاع الناس، ونشوف ازاي هم بيستقبلوا نفهم وبيستخدموا نفهم ازاي، وبنطور على اساس ده. وصلنا ل 700 ألف طالب جاي من أكتر من دولة. من ناحية مصر احنا عندنا حوالي 65% من المجتمع بتاع نفهم من مصر، و15 ل 20% من السعودية، والباقي من جميع أنحاء العالم.